مساء الخير متابعي في الجول، واهلا بكم في لايف جديد من يوم جديد بعد نهايه ماتشات يوم حافل. 9 ماتشات في البريمير ليج، يوم البوكسنج داي، الفتره لما الدوري الانجليزي الوحيد تقريبا فيها في الدوريات الكبرى لما بيوقفش، ماتشات مثيره اخرها ليفربول ضد ليستر واكتساح ليفربول لليستر 4-0. نتكلم معاكم عن كل اللي حصل النهارده وكمان ماتش سيتي سريعا بكره. انا معاكم رامي جمال ومعاكم اسلام احمد. ازيك يا اسلام؟ ازيك رامي؟ اسلام، يوم قوي، يوم فيه نتائج متقلبه، بوكسنج داي دايما عارفين بيبقى يوم مجنون وبيلعبوا في 48 ساعه. نص الفرق اللي لعبت النهارده هتلعب يوم السبت عادي جدا، ولكن في وسط كل دول ليفربول بيغرد وحيدا. نبدا من العكس ولا نبدا من اول يوم؟ لا خلينا نبدا بليفربول، طبعا هو الاهم دلوقتي عشان محمد صلاح وهو بطل، يعني مش بطل الجيل خلاص بشكل رسمي. 19 جوله 52 نقطه يعني سبعه، ولسه ليه ماتش مؤجل كمان قدام مانشستر وستهام. فانت بتتكلم ان ليفربول، يعني انا كواحد لو ما بتشجع، انت اي حد ما بيشجعش ليفربول، لا انا ده فريق الاحلام بالنسبه لي باللي بيعمله في الوقت الحالي. الفريق الناس كانت ممكن تكون متخيله ان هم لسه راجعين من كاس العالم للانديه، فممكن بدنيا يكونوا متاثرين، لعبوا ماتشين في مش اي حاجه ساعة. ولا الهوا يعني بسم الله ما شاء الله، اللعيبه بتجري كانها ما لعبتش من على 10 ايام مثلا، ونفسها تنزل تاكل النجيله. انا ندمان اني ما كتنتش ارنولد في الفانتازي، بس والله ندمان، والله ندمان، ما مش معايا ندمان 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 والله. فانت بتتكلم لا ان الفريق من اوله لاخره هو خلاص هدفه، خلاص انت حققت اللي انت عايزه في 2019، 3 ألقاب، كاس دوري ابطال اوروبا، كاس الانديه، السوبر الاوروبي، خلاص هو الهدف الرئيسي بالنسبه لك الدوري الانجليزي. فتفكير كل لعيبه ليفربول بقى منصب عليها، والنهارده هي كانت المباراه اللي تبدا خلاص تحط رجلك على اول خطوه للقب. انت كسبت قبل كده مانشستر سيتي النهارده واكدت ان انت افضل من جميع الفرق في الدوري الانجليزي، لا انت النهارده كمان كسبت المنافس اللي في المركز الثاني ليك اللي هو ليستر سيتي. ليستر اللي هو اقوى دفاع في الدوري الانجليزي ومن افضل الفرق على المستوى التكتيكي في الموسم الحالي، وفي ملعبه فاهم، وفي ملعبه 4-0 بتكسب 4-0. فانت كل ده بتقول خلاص يعني يا جماعه الشوط الاول بتاعي. الشوط الاول اصلا كان المفروض يخلص اصلا 3، يعني الشوط الاول لولا صلاح ضيع كورتين الانفراد، وبعدين كان في كوره لوب ماني ضيع، شمايكل سد الكوره من ماني في الثانيه 20 تقريبا. يعني لا ليفربول مرعب 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 فعلا، يعني الفريق الاستمراريه والانسجام اللي عند الفريق بيزيد بشكل كل ماتش اكتر من اللي قبله، بنشوف فيه قوه هجوميه والفريق بيخش الماتش، يعني مثلا انت المفروض بتخلص الماتش باقوى اداء عندك، لا ده ليفربول بيبدا من العكس خالص، هو بيبدا بيدخل الماتش اللعيبه سخنانه جدا. انت بتشوف زي ما انت قلت في اول 20 ثانيه ليفربول كان ممكن يجيب جول، لا هم اللعيبه بتخش هي داخله جو المباراه خلاص، لدرجه ان انت تحس ان بعد 5 دقائق لعيبه ليستر سيتي مرعوبه بالظبط، حتى مع المباراه خلاص هم فقدوا الامل استسلموا. احنا تقريبا في الجول الثاني والثالث خلاص، انا لا وقبل وقبلها كمان اعتقد حتى قبل، يعني قبل الجول الاول متهيالي كان او مش فاكر، بعد الجول الاول كان في احصائيه ظهرت على الشاشه كده، ليفربول 8 تسديدات على 8 وثلاث ولا ما كانش، كان صفر ليفربول، كان 8 3 على مرمى شمايكل، ليستر 0-0 ما فيش. ف يعني اعتقد ليستر حتى ما كانش بيوصل نص الملعب، اعتقد كان اقصى طموحه انه يوصل نص الملعب. ارنولد انا يعني مرعب مرعب فعلا، افضل باك يمين في العالم حاليا. ماسكيرانو حتى خفير ماسكيرانو لاعب برشلونه وليفربول السابق كان كاتب الكسندر ارنولد على تويتر، بس كده يعني خلاص يعني هو بيعمل كل حاجه، عمل 3 أسيستات وقرر انه ينهي الماتش بجول، فاهم اللي هو يلا لما ازاي ده لما اجيب جول يعني هو وروبرتسون يعني ما فيش حاجه توصفهم الحقيقه. الفريق خلاص بتتكلم انه متكامل جدا، كل درجات الانسجام بتاعت عندهم اللعيبه، انت كمان 11 لعيب عارفين بعض بقى لهم ده الموسم الثاني على التوالي، لو هنتكلم بقى نقلص منهم مع بقيه اللعيبه اللي مع فان دايك، فان دايك ومع نبي كيتا، لا فخلاص الفريق انسجم بشكل اكتر، خلاص افكار يورجن كلوب هم شربوها حرفيا، مع بقى خلاص رغبه ان انا لازم انهي ال 30 سنه اللي من غير دوري انجليزي، فلا خلاص ليفربول اصبح في حته ثانيه. انت بتتكلم فرق النهارده 13 نقطه و14 نقطه عن سيتي، وسيتي عنده ماتش وولفرهامبتون كمان، ماتش صعب، مش نونو سانتو مدرب رخم يعني. ف لا انت بتتكلم ان وولفرهامبتون كان كسب قبل كده يعني السيتي، فخلاص الموضوع الدنيا يعني مش هتبقى سهله بالنسبه لمانشستر سيتي في ان هو يعوض نفس الفارق زي ما عمل السنه اللي فاتت. اعتقد النقط المره دي 14 ده تعتبر تقريبا كان في الدبل بالظبط. احنا اعتقد موسم ليفربول السنه دي بيفكرني بموسم سيتي اللي هو 100 نقطه اللي هو كان سيتي لوحده فوق وراه باقي الفرق بتجري، يعني حتى كان يونايتد وراه تقريبا مش فاكر 18 16 بعيد بس، بس كنت انت متاكد ان خلاص الدوري خلص ثلاث اربع خمس جولات على الاقل، هو ده اللي حصل فعلا. يعني اعتقد السنه دي الموسم محسوم بشكل كبير، خلاص فريق متكامل فريق منسجم. واللي عجبني في كلوب اكتر ان هو خلال السنين اللي فاتت كل شويه كان بيشتغل على الحاجه اللي ناقصاه،
مش بيخش له الانتقالات عشان يصرف وخلاص زي مثلا انديه تانية. لا انا عندي مشكله في حراسه المرمى بعد نهائي تشامبيونز ليج قدام ريال مدريد من يوليه وكاريوس هجيب اليسون. عندي مشكله في الدفاع هجيب فان دايك. عندي مشكله في خط الوسط هجيب نابي كيت. عندي مشكله مش عارف فين هعمل ايه مع ارنولد وروبرتسون. عندي مشكله ان الناس كلها يعني زميلنا حتى اسلام مجدي كان كاتب من شويه انه كان في وقت ما كان الاعتماد دايما على صلاح، لا دلوقتي في ماني، في فيرمينو، في هندرسون بيتطور بشكل كبير، في ميلنر، يوريجي دلوقتي بينزل بيبقى تشكيل تهديد حقيقي. فكل حد في ليفربول بقى عنصر قوي في حد ذاته يعني. بص انا بالنسبه لي يمكن كمان ليفربول او المشروع ليفربول بقى من بدايه ما يورجن كلوب مسك، فالفريق هو عارف هو عايز ايه. احنا مش هنتطور في يوم وليله، بس احنا على الاقل في ظرف اكتر من كذا سنه عايزين نبقى ليفربول فين؟ وخلاص هو نرجع تاني ليفربول اللي الناس عارفاه بتاع الثمانينات والتسعينات وحتى في الالفيه الجديده. فخلاص انت دلوقتي عارف ليفربول عايز ايه. المشروع بدا من مدير فني، حتى كل الانديه بقى اللي بتعاني زي مثلا بنتكلم على الكبار ارسنال، ميلان، مانشستر يونايتد، موناكو، المشروع علشان تبداه فعلا لازم يورجن كلوب بيقول لك انت مش لازم تجيب تصرف ملايين على لعيبه، مش لازم تصرف على مجالس ادارات مثلا ان هي تصرف فلوس وخلاص. لا احنا بنتكلم ان انت لو معاك مشروع مدرب معاه عنده فكر وعنده مشروع ويقدر ينفذ دوت، لا انت الفريق بتاعك في اقل من 3 4 سنين. احنا بنشوف اهوت كلوب في رابع موسم ليه مع ليفربول نهائيين دوري ابطال وبينافس على الدوري السنه الثانيه على التوالي. حتى لو هو في اول موسم ليه كان خسران كاس الرابطه وكان خسران دوري اوروبي في فريق اللي هو يعتبر كان اضعف فريق من اللي هو تولاهم، وعمل كامباك في الموسم بتاع على دورتموند نفسه يعني كمان. فانت بتتكلم لا ان خلاص ليفربول الفريق الهويه والشخصيه. حتى اي مشجع لليفربول لو قلت له هل تتوقع ان ليفربول يصعد نهائي دوري الابطال في ظرف 3 سنين مع يورجن كلوب ما كانش هيصدقك. الفريق ده يعني لا ومرتين فاهم الفريق اللي بتتفرج عليه النهارده ملوش اي علاقه بالفريق بتشوفه من 3 سنين أكيد. او من 4 سنين. وبالتالي لا المدير الفني والعقليه اللي يقدر يطور بيها اللعيبه زي ما تشوف مثلا ارنولد ده لسه ما كملش 23 24 سنه يعني بسم الله ما شاء الله قدامه مستقبل يرمح فيه زي ما هو عايز. وبيرتسون نفس الكلام، من 5 سنين الناس كانت لسه بتشوف التويتات بتاعته ان هو بيدور على فلوس. دلوقتي لا انت ده الراجل احسن باك شمال في العالم. فان دايك كان من افضل المدافعين في العالم بس ما كانش الناس متوقعه ان هو هيبقى هو ده دوت في الناحيه الدفاعيه. اليسون كان حارس ممتاز في روما بس لا الراجل بيعرف يخلي اللعيبه تطبق افكاره بافضل طريقه ممكنه في ارض الملعب. تمام خلينا ناخد معاك كومنتات بقى سريعا. احمد ادهم بيقول ليفربول فريق شخصيته قويه جدا، فريق متكامل، كان نفسي صلاح يكون لي بصمه في الماتش ده. اكيد كلنا طبعا كنا نتمنى صلاح يكون لي بصمه. علاء حجاج بيقول ممكن شرح للبوكسنج داي. البوكسنج داي ده تقليد سنوي في انجلترا، الماتشات بتتلعب فيه كل سنه فتره الكريسماس، لازم الماتشات فيه بتتلعب. هتلاحظ حتى ان في الدوريات في اسبانيا، في ايطاليا، في المانيا، كل الدوريات بتاخد اجازه فتره الشتاء يعني وفي بدايه من فتره اعياد الميلاد، لكن في انجلترا ده تقليد ان كل الفرق بتلعب فيه، وتحديدا بيلعبوا ماتشين في خلال 48 ل 72 ساعه يعني. ده كل سنه هتلاقي دايما 26 27 ديسمبر الفرق انجلترا كلها بتلعب كل سنه لو بصيت حتى على المواسم اللي فاتت. عبد الرحمن محمد بيقول انا زعلان عشان صلاح طلع بدري. صلاح كل الناس زعلانه عشان صلاح يطلع بدري لسبب، عشان برضو تبقى الناس فاهمه. انا لسه كنت هقول لك ان صلاح هيلعب يعني هو في البوكسنج دي انت بتلعب ماتشين في خلال 48 ساعه، مش 48 ساعه، انت بتلعب ماتش تروح 24 ساعه تلعب الماتش الثاني. فبالتالي هو كلوب عارف ان انا عايز احافظ على صلاح عشان الماتش الجاي ابدا بيه. فبالتالي احنا ممكن نشوف الماتش الجاي ممكن حد من ماني او فيرمين ويبقى على الدكه. ليفربول هيلعب يوم الاحد مع وولفرهامبتون. فانت بتتكلم كمان ان هو هيلعب فريق صعب شويه، فريق قوي، فريق بيعرف يلعب قدام الفرق الكبيره. فيورجن كلوب هو عارف هو عايز من الماتش خلاص انا كنت 1-0 ممكن احاول ان انا اسجل هدف ثاني، ابي احاول ان هو يسجل هدف ثاني. ممكن حظه كمان ان صلاح يعتبر خرج ضربه الجزاء اتحسبت يعني ما فيش اللي هي اول ثواني يعني هو تقريبا اول لمسه لميلنر. يعني صلاح الكوره اللي كان حاول فيها انفراد مع سونشي وسونشي حط رجله فيها وطلع الكورنر، نفس الكورنر اللي صلاح خرج ما بينه وهو اللي اتحسب ضربه جزاء. فهو كلوب بيحاول ان هو يوازن الفريق ان انت لسه هيلعب ماتش. لا هو كمان فكره اضاعه الفرص يا اسلام، ان هو النهارده ضيع اكتر من فرصه يعني بالظبط. الكوره اللي عدى فيها من شمايكل في رايي كان لازم يسيبها لماني، او لما جري بدل ماني وماني قطع على جوه كان المفروض يبصيها لماني لان ماني كان افضل. هو وثق في نفسه وطبعا عايز يسجل، اكيد اي مهاجم بتبقى عنده سنه انانيه حاجه يعني عايز يسجل. بعد ما جاب الجول ده في سالزبورج وفي اصعب، فاعتقد ان هو قال هيكررها تاني بالظبط، لكن في رايي كان لازم يديها في الوقت ده لماني مرتين، كان ماني في موقف افضل منه يعني. لسه تاني الناس محمود بيقول ارنولد ده اديله سنتين واتفرج على الاسيست. لا هو اوريدي دلوقتي عنده 19 او 20 اسيست في الموسم يعني. السنه اللي فاتت كان هو وروبرتسون اكتر اثنين عملوا اسيستات في الموسم، باكين
الاثنين من ليفربول، الاثنين اكتر اسيستات في الموسم. فتحي بيقول ليفربول قوي من غير فابينيو وكلوب ده عظيم. حسام حسن رمضان صالح بيقول ليه التجربه ما تحصلش في مصر، انا وانت عارفين ليه. يعني هدرر محدش هيستحمل ومحمول فيش فريق في مصر ممكن يستحمل اربع سنين كده. يعني احنا حتى بتتكلم على مثلا وادي دجله مع تكيس، لو حتى الفريق بيلعب كره مختلفه عن اللي احنا بنتفرج عليه في الدوري المصري لكن مفيش نتائج، مفيش نتائج، الناس كل ماتش هو تكيس هيمشي انت تكيس هيمشي. مفيش بادره تحسن، حتى لو المدير الفني بيقدم الاداء الكويس اللي الناس مستنيه، بس ما اعتقدش ان في فريق هنا في مصر او الشخصيه وطبيعه اللعيبه في الدوري المصري تخلينا نقدر نقول ان احنا كمان سنتين هنشوف طفره في فريق ما، مثلا سواء بقى اهلي زمالك اسماعيلي مصري، وما اعتقدش ان ده يحصل طبعا، مع احترامنا للجميع يعني. طاهر محمد بيقول هو ليفربول قادر على الاستمرار في الصداره، ايه رايك؟ ليفربول ايه تاني كده؟ قادر على الاستمرار في الصداره؟ خلاص يا باشا ليفربول كسب الدوري. الدوري خلص. يعني بص انا في حاجه كان جوارديولا قالها من كام يوم كده، كان بيسالون على تمني خساره ليفربول، قال لهم انا عارف الموضوع طبعا ممكن يكون بيرمي الضغط يعني او لعب نفس العيب نفسيه، لكن هو قال الفريق ده ما خسرش مع كلوب في اخر 53 ماتش غير مره، هو كان من سيتي نفسه يعني، او ممكن يكون قصده كمان ماتش برشلونه مثلا في تشامبيونز ليج، هنقول ماتشين تشامبيونز ليج برشلونه وماتش السيتي 19 السنه دي ما ليفربول تقريبا ما خسرش غير ماتشين، فيعني اعتقد صعب، صعب قوي قوي يعني، انت محتاج تخسر من لو افترضنا مثلا من التوب 6 انت محتاج تخسر الخمس ماتشات التانيين عشان يبقى دي كده 15 نقطه، وبعدين نبتدي نشوف يعني، فاعتقد صعب جدا. ليفربول احمد الكاس بيقول ليفربول بيكسب اي حد ما عندوش تقارب بالمراكز ده اكيد. وحيد الساد بيقول صلاح لازم ياخد باله الانجليز ما عندهمش غالي، ده ماتش وحيد يعني عادي، ماتش صلاح في كاس العالم لسه واخد افضل لاعب في البطوله، عامل اسيست او اسيستين تقريبا، فيعني اعتقد صعب قوي، احنا بس عشان بنحبه الناس هنا بتحب تبالغ، لكن لا هو عادي من نجوم الفريق في وقت ما في الموسم قبل كده، كان السنه فاتت كان صلاح هو المتالق، ماني مش متالق، ما فيش حاجة، وماني النهاردة هو نجم الفريق يعني، الموسم ده موسم ماني أكتر. لسه كان كمان محمد عادل بيقول صلاح كان كويس جدا في كل تحركاته بس ما فيش توفيق مش أكتر. تعال بقى نتكلم سريعا عن بقية الماتشات. الماتشات النهاردة بدأت بدري جدا بتوتنهام، توتنهام كسب النهاردة 2-1 بصعوبة، حاول ان هو يطلع بقى من جو خسارته قدام تشيلسي اللي فاتت والخسارة اللي قبل كده من مانشستر يونايتد، حقق نتيجة كويسة جدا كنت كمان، خصوصا مع ان سون مش موجود في الماتش النهارده بسبب ان هو الايقاف ثلاث ماتشات، فبالتالي لا فهو توتنهام بيحاول يرجع بس في نفس الوقت تحس ان في حاجه ناقصه اريكسن، او يعني اريكسن زي ما انت بص هو حتى قالها النهارده، انت لما كنا بنعمل خبر هو قال انا كل شويه ما بحتاج اريكسن بضطر انزله يعني، بس واضح من كلامه ان اريكسن مشي خلاص، بس لا يعني هو توتنهام عنده مشكله كبيره في صناعه اللعب وعدم وجود اريكسن، اريكسن بيحلها كل مره لما بينزل يعني، صح؟ هو يمكن اريكسن يعني مشكلته ان هو خلاص وصل مع الاداره لان هو مفيش مجال ان انا هتفاوض عشان اجدد عادي، ان هم كل مره كانوا بيفاوضوا العروض اللي بتجيله، فبالتالي لا احنا خلاص ممكن نشوف ان اريكسن فعلا هو اخر ست شهور ليه مع توتنهام، ممكن نشوفه بره اصلا من الفريق، او على الاقل ممكن يمشي في شهر واحد عشان ما يخسروش فيه يعني، اعتقد لا يمكن ان هو ممكن لو الاداره قدرت تقنعه يعني، احنا كنا بنقول توبي الفاير المدافع البلجيكي كان ممكن يمشي، لا احنا بنتكلم ان هو خلاص جدد عقده، فممكن لسه ايفرتون كان كمان يعني، فممكن نشوف مورينيو يقدر يقنع اريكسن ان هو يكون موجود، ومورينيو عنده الشخصيه والقدره على ان اقناع اللعيبه ان هي تبقى موجود. نكمل بعد كده ماتشات اللي اتلعبت الساعه 5. استون فيلا كسب نورتش سيتي 1-0 في ماتش شهد مشاركه تريزيجيه والمحمدي. تشيلسي خسر على ملعبه بعد اداء قوي جدا قدام توتنهام، اعتقد في اكبر مفاجات الجوله، من ساوثهامبتون 2-0. ساوثهامبتون من بعد التسعه بتاعت ليستر بدا يتسحب كده فاهم يعني. بص ما هو ساوثهامبتون ده تاني مكسب ليه على التوالي، وهو مستغل ان تشيلسي على ارضه السنه دي او في الفتره الاخرانيه نتائجه وحشه، وفي نفس الوقت تشيلسي تحس ان في حاجه غلط يعني، الفريق كان ماشي كويس جدا يعني، خسر من مانشستر يونايتد، خسر من ليفربول في اول الموسم ومشي كويس جدا جدا جدا، وخلاص بقى كلنا قلنا ان تشيلسي ده لامبرد عمل الفريق اللي كان الناس مش متخيلاه، وان من ساعه بقى بدا يتكلموا بالزبط. ان الايقاف اللي على في الانتقالات اترفع، فخلاص تحس ان الفريق بدا التفكير بتاعهم يختلف يعني، نشوف ان تشيلسي خسر في اخر تقريبا 6 ماتشات خسر منهم 4 في الدوري الانجليزي، كسب ماتشين بس منهم ماتش توتنهام اللي هو ما كانش حد متوقعه يعني، اي حد بيشجع تشيلسي لو داخل ماتش توتنهام يقول لك لا احنا مورينيو هيكسب بالثلث، لكن على عكس خالص توتنهام تشيلسي عامل ماتش كبير جدا النهارده، تشيلسي على ستانفورد بريدج قدام جمهوره قدام بورن يعني النهارده قدام ساوثهامبتون وقبل كده قدام بورنموث، فريق اللي عارف يسجل اللي عارف يصنع فرص كويسه، حتى لامبرد ذات نفسه طلع قال لك احنا اللعب على ارضنا بيمثل علينا ضغط،
فكل ده لسه طبعا عشان لعيبه اغلبها صغيره في السن ما عندهاش خبرات ممكن ماونت وابراهام أو اول مره يلعبوا دوري انجليزي بقى هي لحمل عليهم اكتر، فممكن تقول ان هم لا متاثرين اكتر بالحته دي. فاعتقد ان لا لعيبه تشيلسي لسه هتاخد وقت، بس طبعا انت قبل كده كنت محمي ان انت في المركز الرابع كل منافسينك متعصرين، فكان مثلا توتنهام ومانشستر يونايتد وارسنال بعيد، لا دلوقتي مانشستر يونايتد كسب توتنهام كسب وبيقربوا منك اكتر، فاي خساره لتشيلسي خصوصا انه هيلاعب ارسنال بعد كده ليفربول اعتقد ان هو المركز الرابع هيبقى بعيد وهياخدوا وقت طويل عشان يعرفوا يتعافوا من النتائج السلبيه دي ويرجعوا تاني للمنافسه على التوب فور. تمام، بعد كده عندنا كريستال بالاس واستهام 2-1 لكريستال بالاس بجول جميل جدا 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 جوردان ايو، كان بيجري في الدقيقه 89 من الناحيه اليمين وهو داخل لف بالكوره خد اثنين مدافعين في بعض ودخل وتشيب بسيط كده من فوق الحارس ومول تقريبا ده اجمل الاهداف الدور الاولاني في الدوري الانجليزي اعتقد يعني. ان لم يكن في حاجه هتحصل تاني فاعتقد ده ممكن ياخد افضل هدف في الموسم يعني، واعتقد هيبقى هدف الاسبوع او هدف اول الشهر كمان يعني اصلا هدف الاسبوع في المصوتين يعني او في الحسابات في الدوري الانجليزي. ايفرتون في اول ماتش ليه مع كارلو انشيلوتي كسب بيرني 1-0، ده كويس انشيلوتي اللي في كل فرقه دايما بيكسب اول ماتش. انشيلوتي كمان كان يعني بدا بقى خلاص العقليه الايطاليه يبدا يحطها في الفريق بس واحده واحده، هو تقريبا بقى له 3 ايام بس معاهم من بعد ماتش ارسنال اللي فات، هو النهارده لعب بثلاثه ورا ولعب بجابرييل سي دي بي ولعب بلوكاس ديني يعني كظهيره متقدمين، فانت لا شفت ان في شكل مختلف. اعتقد وجود انشيلوتي هيغير عقليه كبيره في ايفرتون، هيغير عقليه كبيره لان الفريق اللعيبه اللي فيه اسمها كويسه بس تحس ان هي في حاجه ناقصه. راضيين بوسط الجدول جدا، مش ما هو مش انت مش وسط الجدول، انت في الاول وفي الاخر لما تيجي تبص ايفرتون بالاسامي اللي موجوده دي على الاقل بقى في اول 7 مراكز اللي تاهلك لدوري الابطال والدوري الاوروبي. ما انا قصدي لا ان هم اللي هو انا هبقى توب 10 فاهم، اللي هو يعني ممكن ما اوصلش 7 بس مثلا لو خدت 10 انت عارف ال 10 في البريمير ليج بيبقى ليه قيمه بس هم كفريق وسط جدول يعني اعتقد انشيلوتي يقدر يعمل عقليه ان هي مش هقول تنافس ليفربول دلوقتي بس تؤكد ان ممكن في مشروع جاي يعني. بس هو انشيلوتي هيبقى عنده هدف هو شخصي ان هو يقول للناس ان انا مش سبب فشل مشروع نابولي، ان هو في سنه ونص مع نابولي الفريق اللي احنا كنا قاعدين عليه مع ساري شكله بقى مختلف، فهو عايز بقى خلاص الناس كانت بتقعد تقول لك ان انشيلوتي بقى طموحه قليل وبيدرب اي فريق وبيبص على الماده، لا انت دلوقتي بتتكلم على انشيلوتي بيحاول ان هو خلاص بقى انا هحط العقليه الايطاليه مع فريق زي ايفرتون احاول اساهم مع ان الفريق يتحول من المراكز 15 او 16، لا انا عايز اشوف الفريق بينافس على المراكز المتاهل لدوري الابطال، فاعتقد ان لا ايفرتون مع انشيلوتي هيبقى فريق رخم في الدوري الانجليزي في الفتره الجايه. تمام، بعد كده شيفيلد يونايتد تعادل مع واتفورد 1-1 وبورنموث وفي اول ماتش مع ميكل ارتيتا مع ارسنال 1-1، شفت الماتش بتاع ارسنال؟ يعني ارسنال النهارده لا في تحول في الاداء بشكل كبير عن الماتشات اللي فاتت، ارتيتا تحس ان في يعني لمحه افضل بكتير عن الفتره اللي فاتت، انت بتتكلم ان اوباميانج ولاكازيت وزيل لا شكله متغير عن الماتشات السابقه سواء مع ليونبرج او مع اي مدير او حتى مع امري حتى اوزيل، يعني اوزيل النهارده كل الناس كانت بتشيك بيه بس هو بدنيا طبعا لسه بدري عقبال لما يبدا يستعيد عافيته يعني، فاعتقد ان لا مع ارتيتا محتاج وقت شويه مع اكتر من صفقه تقدر تحسن الفريق، شفنا النهارده تشاكا بيلعب برضه وديت كان بقى له فتره طويله ما بيلعبش، فاعتقد ان لا الارسنال الفتره الجايه بس محتاج ماتشات ومحتاج على الاقل فوز او اتنين يخلوا الفريق بقى عنده الثقه اكبر بقى في الفتره اللي جايه. ومانشستر يونايتد في الماتش الوحيد اللي اتلعب 7:30 مانشستر كسب نيوكاسل 4-1 الحمد لله الحمد لله. يعني احنا كنا بنتفرج على الماتش سوا بس مانشستر بص بالنسبه لي هو استغل اخطاء تمام، ده كان يعني ما بيحصلش الماتشات اللي فاتت قدام ايفرتون قدام واتفورد ما حسيتش ان في تحسن في الاداء، برضو اعتمد على فرديات اعتمد على راشفورد شويه مارسيال شويه بوجبا لما نزل شويه ما حسيتش ان في اداء قوي يعني، هو السيء بس اصابه ماكتوميناي اللي ممكن تكون شكلها صليبي يعني، سولشاير قال بعد الماتش ان هي في الاربطه بتاعه الركبه لكن هل هي صليبي او لا لسه ما فيش تاكيد طبعا لكن واضح ان هي حاجه كبيره. فريق يعني لأول مرة يستغل تعثر المنافسين زي تشيلسي ويقرب شوية من توتنهام، المانشستر لو كان كسب مثلا ايفرتون وواتفورد وماتشين المفروض سهلين جدا خلاص كنت زمان دلوقتي رابع، فتشيل ضغوط عليك شوية، انما هو بيكسب سيتي وتوتنهام وفجأة ينزل تاني عادي جدا. بس يعني انا عارف انا قلتها معاك قبل كده كنا في اللايف قبل كده يوم ماتش توتنهام انه مورينيو قال طول ما في فرقة بتدافع قدام مانشستر هيعاني، هو حقيقي عنده الكلام ده، هو فعلا عنده مشكلة كبيرة يعني لما فريق قدامه بيتكتل ما بيعرفش يتصرف بس،
واخيرا ماتش ليفربول وسيتي, وبكره عندنا مانشستر سيتي. في ناخد حبه كومنتات. حسام حسين بيقول حد لاحظ الصراخ الهستيري الدماني من كل ما يمسك الكره من جماهير ليستر, هل يواجه عنصريه؟ ما اعتقدش ممكن عنصريه, دي على كل اللعيبه اللي كانت في الكوره. يعني منطقي ان انت بتلعب الخصم المباشر ليك, وماني حاليا هو نجم الفريق الابرز, فطبيعي هصفر عليه عشان خرجه عن تركيزه. بعد كده في رأفت علي بيقول انا شايف ماني يستحقها بعيدا عن العاطفه. ماهر عبد الرحمن بيقول ماني هياخد الجائزه مستريح طبعا على جائزه افضل لاعب في افريقيا اللي هتبقى في مصر هنا في شرم الشيخ يوم 7 يناير. تعتقد ماني حسمها؟ بص انا بالنسبه لي ماني الاقرب من صلاح ومن محرز, يعني حتى بعد اللي صلاح عمله في كاس العالم ده. انت عارف دايما التصويت اوقات بيتاثر في النهايه, بس لا بس انا بالنسبه لي لا, انت لما تيجي تبص على الناس مش هتصوت على اخر شهر 12, بس بيبقى التصويت من قبل كده. محرز او خد الاربع القاب مع سيتي, بس مع ما كانش المؤثر الاساسي, بس في الجزائر طبعا, افريقيا طبعا مع منتخب الجزائر كان هو القائد اللي تقريبا هو اللي يعني شايل البطوله على كتفه تقريبا. انت بتتكلم بقى مثلا ناحيه ثانيه ماني, لا ثلاث ارقام كبار, ووصل مع السنغال لاول مره من 2002 لنهائي كاس امم افريقيا. فبالتالي لا انت بتشوف ان وكمان كان في كاس العالم السنه اللي فاتت, فاعتقد ان هو الاقرب ان هو يفوز بجائزه افضل لاعب. صلاح طبعا كان موجود مع ماني طبعا في كل حاجه في ليفربول, بس خسارته دوري كاس امم افريقيا مع منتخب مصر خروجه المبكر دوت, اعتقد ان هو قلل حظوظه جدا في ان هو يفوز بالبطوله. تمام, بكره سيتي هيلعب وولفرهامبتون, ماتش صعب. تفتكر مين ممكن يكسب ماتش في وولفرهامبتون في ملعب مورينكس؟ فمين ايه بقى مين؟ بص انا بالنسبه لي هو السيتي, لان السيتي هيبقى عنده الدوافع الاكبر ان انا عايز اقلل الفارق مع مانشستر مع ليفربول ل 11 نقطه, حتى لو هو ليه ماتش اقل عايز ابقى في المركز الثاني خلاص. يبقى هو هيحسم لنفسه ان هو في المركز الثاني, يستغل تعثر ليستر سيتي, خصوصا ان هو لسه كسبان ليستر سيتي الماتش اللي فات 3-1 من او بدايه الاسبوع. فانت بتتكلم لا احنا هنشوف منافسه في الاسبوع ده بالكثير, هتبدا تحدد شكل التوب فور كمان. يعني بتتكلم ان بكره في ماتش, يوم بعد كده يوم السبت في الجوله ال20 في 7 ماتشات, ويوم الاحد في 3 ماتشات. فاعتقد ان لا الجولتين دول هيحددوا بشكل كبير شكل التوب فور في الدوري الانجليزي. تمام, ناخد تاني كومنتات. في فتحي بيقول صلاح يمشي من ليفربول, وتريزيجيه اخباره ايه؟ تريزيجيه لعب النهارده زي ما قلنا قدام نورتش وكسب 1-0 هو المحمدي. الناحيه الثانيه ليفربول, صلاح يمشي من ليفربول؟ لا مع هي صعبه يعني, مش هيمشي شهر واحد حتى يعني. بس بالظبط, عبد الرحمن محمد بيقول صلاح ممكن ينافس على افضل لاعب في افريقيا. محمد خالد بيقول ان شاء الله صلاح يفوز بالجائزه, زي ما اسلام جاب من شويه, هو كده كده هو في القائمه النهائيه الافضل ثلاثه, هو وماني ومحرز, فالثلاثه بيتنافسوا. لكن الاقرب تبقى للواقع واللي بيحصل, وكمان بعد تصويت البالون دور مثلا الكره الذهبيه, فماني الاقرب. لكن صلاح في تصويت الفيفا كان مسابق ماني, فواحد سبق هنا واحد سبق هنا, ممكن عادي يعني ممكن تحصل اي حاجه. ما اكيد طبعا مش هبقى متضايق يعني, انا عايز صلاح يكسب طبعا يعني, بس الفكره ان تيجي تبص لها بالارقام وباللي حققوه في الموسم, فاعتقد ان كفه ماني مع منتخب السنغال ترجحها عن صلاح مع مصر. بالظبط. احمد باكر بيقول دي بروين ايه رايك فيه؟ اعتقد دي بروين مش محتاج راي في حد يعني, واحد من اعظم اللعيبه في تاريخ الدوري الانجليزي ومانشستر سيتي طبعا يعني, احسن واحد شعره احمر في التاريخ. طه حسن بيقول انني على اعتاب الروسونيري, لسه وكيله قال على في الجول مفيش كلام وكل ده هو مش مسؤول عنه, بس يعني نشوف. نسال الله التسهيل يعني, اكيد هنبقى مبسوطين لو انني راح ميلان يعني, واسلام بيشجع ميلان بالمناسبه. محمد صبحي بيقول انا حاسس ان صلاح هياخد احسن لاعب في افريقيا. حسام الدين عبد السلام بيقول ماني اقرب ومميز الموسم ده. ماهر عبد الرحمن بيقول هو ليه كلوب خرج من الكاس؟ كلوب خرج من الكاس عشان يعني هو تركيزه في حاجه تانية, تركيزه في الاهم. وبعدين الدوري رابطه الاتحاد الانجليزي ما رضاش ياجل له الماتش بتاع استون فيلا, فاضطر يلعب بالشباب قبل يوم واحد من هو الفريق الاول كله في قطر عشان كاس العالم للانديه. فطبيعي ان هو كان هيضحي بكاس الرابطه مقابل كاس العالم للانديه, البطوله الناقصه ليفربول, دي كانت البطوله الوحيده اللي ناقصه ليفربول وخدها يعني. فاكيد مش هركز في كاس الرابطه في الاخر يعني, في الاخر كاس الرابطه مش الحاجه المهمه جدا قصاد كاس القيمة او نفس القيمه اللي يقدر يحققها لما يحقق دوري كاس العالم للانديه طبعا. بالظبط, واكيد برضو لو هيركز او بص يعني في كاس الرابطه دايما في السنين اللي فاتت المفروض ايام فيرجسون فانجر تحديدا دول اكتر اثنين مدربين كانوا بيلعبوا البطوله دي بالشباب, كانوا بيدوها فرصه ان الشباب تلعب مع بعض وياخدوا خبره اكتر عشان لما يلعبوا بريمير ليج بعد كده. فحاليا لا, الانديه اكتر بدات تركز فيها عشان عارفين ان الدوري صعب, فخلاص نلعب مثلا بالاساسيين في بطوله كاس الرابطه. فانما كلوب مش محتاج يعني, في دوري في حاجه اهم حاليا محتاج يركز عليها. رزق امام بيقول ماني احق بس صلاح هياخدها يعني, ماشي. كريم محمد مشال بيقول ليفربول قادر على احراز دوري الابطال.
يعني كل الناس. طيب في سؤال محمد فهدي بيقول لك مين الاقرب لدوري الابطال؟ مين؟ لا لسه بدري قوي يعني، احنا من الماتشات اللي اتفرجنا يعني بالماتشات اللي اتعمل الاعلان عنها في القرعه، فاعتقد ان يعني والنهارده اللي شفناه فاكيد سيميوني زعلان يعني، ما انا مش يعني اكيد هو يقول لهم يعيدوا القرعه تاني يعني باللي حصل النهارده، ما اعتقدش ان هتبقى لسه الامور واضحه، لان انت بتتكلم احنا في شهر بعدين احنا هنفقد كمان فريق كبير من الاول سيتي او ريال مدريد يعني. لا هي القرعه عموما ميزتها السنه دي ان هي متوازنه، انت بتشوف ماتشات مش ممكن ما تكونش في نفس المستوى والقوه، مثلا في فالنسيا واتلانتا يعني ده ماتش جاي من الدوري الاوروبي، بس لا ماتش كويس جدا وفرقتين على قد بعض، ليفربول واتلتيكو مدريد فرقتين برضه على قد بعض على حتى لو كوراتهم مختلفه، نفس الكلام ريال مدريد ومانشستر سيتي، نفس الكلام نابولي وبرشلونه، الاثنين عندهم نفس المواصفات، اه الفريقين كويسين وكل حاجه بس عندهم سنه معاناه، فاعتقد لا ان دور ال 16 السنه دي الامور فيه هتبقى صعبه شويه، خصوصا ان كمان لسه احنا بنتكلم شهر 2 وشهر 3 الامور هتختلف تماما بقى، سواء على الاصابات سواء الفرق اللي تدعم نفسها في شهر واحد في الانتقالات، كل ده هيفرق جامد يعني. محمد خالد بيقول بلاش ما يكون ضد موهبه مشرفه زي صلاح حتى لو مستضعف، محدش ضده لا يعني مش ضده، يا ريت يكسب يا ريت يكسب الجايزه، ده اسلام لسه قايل ده يعني، قال قلنا ماني طبقا للواقع والارقام فماني الاقرب، لكن اكيد نتمنى ان صلاح يكسبها يعني، اكيد احنا مش ضده، اكيد نفسنا صلاح يبقى الافضل دائما يعني. مش حط نفس الكومنت تاني. ماجد مجدي بيقول هو جايزه افضل لاعب في افريقيا بتبقى عباره عن تصويت من النقاد ومدربي وكباتن المنتخبات ولا الجمهور ولا ايه بالظبط؟ لا هي المفروض المديرين الفنيين للمنتخبات في افريقيا والقاده او الكباتن المنتخبات في افريقيا، وبيتم تقريبا تسليمها فتره قبل شهر 11 تقريبا او 12 على ما اعتقد يعني، اللي هي فتره التصويت اللي بدات نشوف من 30 من 20 اسم افضل في القائمه الاولانيه، بعد كده 10 اسماء، وبعد كده ثلاثه اللي هي القائمه النهائيه، فاعتقد ان يوم الحسم هيكون ان شاء الله يوم 7 يناير في الغردقه في احدى الفنادق، هيكون يوم الاعلان عن افضل لاعب في افريقيا في 2019، وكمان افضل لاعب داخل افريقيا اللي محمد اللي عندنا طارق حامد لاعب الزمالك بينافس عليها في الموسم السنه دي في 2019. اخر سؤال بيقول لنا محمد حمدون بيقول لو سمحتوا ليفربول هيلعب مين في دور ال 16 من دوري الابطال؟ اتلتيكو مدريد بس الهجوم كاسح ضد الدفاع بيعرف يدافع يعني بالظبط. شكرا ليكم ويعني شكرا لاسلام وشكرا لزميلنا ضياء اللي كان ممكن ينام مننا دلوقتي في اللايف ده يعني، فاحنا مسهرينه معانا فكان لازم نشكره على الهوا كمان عشان بيتعب معانا. شكرا ليكم وشكرا ليك يا اسلام، ونشوفكم بكره ان شاء الله بعد ماتش مانشستر سيتي. شكرا.